ما سيدي ربي يقولها نيشان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة لمان ياتيها رزقها رغدا، تسمع رغدا زب 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 من كل مكان. انا كنت شبه وجد الهش ثمانينات من انت فتحوا الحدادة كنا نشريو بلي درار الشكورة تاع الديكي تاع 50 كيلو ب 9000 فرنك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا. تعرف الجزائر شنو كتدخل؟ الخبز كان يتخبز في مغنية والله لا يصبح حامي ناكلو احنا اقسم بالله. الدانون الدقيق التمر تعرف كي ولات بني دار هذا اكساس الكويت. ما تقدرش تفوت، ما تقدرش تفوت ملي تمشي تما. واش راك عاقل ولا ماكش عاقل؟ شنو عاقل ولا ماكش عاقل؟ تعرف شحال كاين ديال الحالات اللي تكراو ولا هذا؟ واش عرفتوا المات وشحال ولا يدير؟ ما عرفش المات. مليون و200 الف، مليون و200 الف المات. تعرف الكراج تما شحال كاين يسوى ولا باش يكري؟ مليون للشهر كراج عنده غير حيطان مليون. المازوت لوسونس خيرات. اما الشواء من تفوت في الظلمه 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 روح له اليوم، روح له اليوم. كفرت بانعم الله. ما معنى كفرت بانعم الله؟ لم تشكر الله على ما معنى لم تشكر الله على النعمه؟ نسات المنعم وتغاط بذيك النعمه. فاذاقهم الله لباس الجوع بعدما كانوا شبعانين والخوف بعدما كانوا امنين. جوع آه ربي تستر يا ربي تستر يا ربي تستر. تعرفوا السوق نتاع بني درهم شحال كان يدخل له في نهار الخميس؟ ما تصيرش بلاصتك. روح له اليوم بواحد يدخل للسوق مول البصله راه تما يستنى. روح للسوق نتاع الخميس شوف شحال من واحد. قال لي بالله العلي العظيم الى السوق خاوي خاوي. ما كانش ما كانش الحدادة تبلعت، أسباب الرزق تبلعت. يا ودي يا خلا دار شرك ما تطغاش. روح له اليوم، روح له اليوم. كفرت بأنعم الله. ما معنى كفرت بأنعم الله؟ لم تشكر الله على ما معنى لم تشكر الله على النعمة؟ نسات المنعم وتغاط بذيك النعمة. فأذاقهم الله لباس الجوع بعدما كانوا شبعانين والخوف بعدما كانوا آمنين.